أتكلم بكل صراحة، تمنينا الفوز ب6 نقاط، لأن سقف توقعاتنا وطموحاتنا كان دائما عالي. بالتأكيد أن التعثر أمام غينيا كان مفاجئ للجميع، أداء ونتيجة، وما يخفاش عليك أن الخسارة كانت مؤلمة ولكنها جزء من هذه اللعبة. الشيء الإيجابي أننا نهضنا بسرعة وخارج الديار وحققنا فوز مقنع فعلا ومهم للمجموعة ولمستقبل المنتخب. نظن أنه يجب أن نتعلم من هزيمة غينيا ونستفيد من هذا الدرس مستقبلا. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.